أعزائي المشاهدين، اليوم رح نعمل باناشي عصير بقلبه القصص كلها، بقلبه أول شيء سبانخ وحار قرن حار وشمندر، عروق الشمندر والفريز، الكيوي والنجاس وشوية نعناع، ليمون وبليموس روز وكريمونتين. مثل ما عم نشوف أعزائي المشاهدين، نطلع نقلب القصص كلها وبالاخر بدنا نزيد له الميرتيل والفرانكواز. وهلا بنبلش بعصير جريب فروت روز، فريش جريب فروت روز. بعدين نبلش القصص الثانية. مثل ما عم نشوف صار بنان بقلبه كل شيء، وهلا رح نبلش خفق. هلا خلصنا من الخفق، وهلا وقت الذوقان. بسم الله.